Hi everyone, welcome back to my channel. إن شاء الله تكونون بألف خير يا أحلى عائلة بالكون، عائلة فيفو. أخيرا اليوم آخر يوم مدرسة اليوسف قبل إجازته، الثلاث أسابيع مالت الكريسماس والنيو يير. فكل عام وأنتم بخير وميري كريسماس لأصدقائنا المسيحيين. بهالفيديو راح تشوفون معي شوية لقطات من مدرسة يوسف، وهم بوريكم شلون شاركنا الناس احتفال الكريسماس. فاللي متابعيني من زمان يدرون ان كريسماس اللي طاف وريتكم شلون زينا البيت واخذنا جولة سريعة على بيوت الجيران وشفنا شلون مزينين بيوتهم. وهالسنة حبيت أسوي شيء مختلف، فأخذنا تيكت ورحنا مكان مخصص يحتفلون فيه بأكثر من مناسبة مختلفة خلال السنة. أخليكم الحين مع الفيديو، بس لا تنسوني من الشير واللايك إذا حبيتوا الفيديو، وإذا أنتوا للحين مو مشتركين لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل شيء جديد ننزله، وهالشيء راح يساعدنا إن نستمر وننزل لكم كل مرة فيديو أحلى من الفيديو اللي قبله. وهم لا تنسون تخلوا لي تعليق من تعليقاتكم الحلوة، لأن وايد أحب أقراها. ما راح أخذ من وقتكم أكثر، أخليكم الحين مع الفيديو. شوف يوسف حبيبي تو جاي يعني من المدرسة مسوي لي هدية. You wanna tell me? No. شنو سويت لي؟ You don't wanna tell me what's inside? Yeah. حبيبي is it a surprise? Yes. حبيبي انت thank you mommy. It's golden and it's in the sky. يا حياتي. Tell me what it is. A star? A moon? ما يبيني أعرف. يلا نشوف بعد شوي نفتحها. إيش تذكرون هدايا الهالوين اللي سويتها مع يوسف حق الهالوين؟ اليوم شوف شلون أصدقائه، إيش كثر صار عنده أصدقاء وكلهم ردوا له هدايا. الحين أوريكم كل شيء داخل الباكس. أول هدية حيل عجبتني هذه، شوفوا so nice. صندوق هذا طبعا الكوكيز ما يطلعونه الا بالمناسبه هذه بالكريسماس، فخلنا اوريكم شكل الكوكيز. هذا اشكالهم يعني، بس خلينا نبطل الباكس. الله يوسف جايز، هذا البسكوت ما يطلعونه الا بالكريسماس والمناسبه هذه بالعيد، كعك العيد هذا. الحين خلونا نبطلهم الهدايا ونشوف ايش جايبين حق يوسف. يوسف do you want to open؟ تبي تفتح هداياك؟ يلا. فأول هدية مبينة هوت شوكليت، حليب على شوكليت مع مارشميلو، وهذه هم نفس الشيء بس مغلفينها غير، اتس شوكليت ميلك على مارشميلو. هني من اريا رفيشته، وهذا اللي وريتكم اياه، هذا من هيز بيست فريند ليام، طبعا اعز اصدقاء يوسف حاليا بالمدرسه ليام. جايب له ستيكرز ولعبه، ما ادري شنو هذا، ماجيك تاول سمثينج، وهذه الله ما ادري شنو هذا، لايك سنيك ولا شيء، هذا الاشياء اللي تلصق السلايمي. الله جايب له زلاجة صغيرة، المهم أشياء خفيفة. هذه طبعا الهدية يوسف سوالي إياها بالصف يعني، سواها حقي، وهذه سواها حق بابا حق أبوه حق ناصر. وهذه الهدية ما عليها اسم، ما أدري من منو، حين أبطلها وأوريكم. يوسف شفت ليام شنو جايب لك؟ هني نفس الشيء كاندي كين، وهذا الجلو ستيك وقلم، وايد يهدون اقلام رصاص، وزنه ثقيل القلم. وهذا هني هم حلويات، وهذا هم داخله، الحين اشوف شنو داخله. غرينولا بار. الله يوسف شوف المصاصة حلوة، هذه مصاصة تساور وصفارة، وهم قلم رصاص، قلت لكم وايد يهدون أقلام بالهدايا دايما. بالهدايا دايما أقلام رصاص.
anyway guys شايفين كلهم ردوا ليوسف هدايا والحين عنده كانوا هما اصدقائه فما شاء الله guys كان عنده 3 اصدقاء والحين تقريبا الصف كله اصدقائه شايفين سحر الهدايا هذه ثقيله مالت ناصر ماش حاط فيها وانا خفيفه بس فيها خرز ما شنو فيها جايز ما قدرت اصبر ويوسف مو راضي الا ابطل الهديه قبل ما يناصر اي اوبند ات واحلى احلى من ما تخيلت مسوي لي اورنمنت حق الشياره يعني تتعلق على الشياره كانها حديد وحاط عليها باستا وصابغها ذهبي وصورته وكاتب لي اسمه ورا اي لافد ات جايز هذه راح كل سنه احط الشياره وعلقها على الشيارة لين يكبر يوسف كل سنة بعلقها حبيبي I loved it هذه أول هدية يوسف يسوي لي إياها بدينا فهذه راح أخشها forever أخشها للأبد هذه حبيبي والله إنها حلوة صح so nice I love it يا عمري I love it it's so nice شلون تلمع يوسف you know شنو أحلى شيء فيها هذه؟ your creativity والصورة هذه اللي بالمدل هذه أحلى صورة هذه look
With candy canes and silver lanes aglow, it's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to me is the holly that will be on your own front door. وصلنا لنهاية الفيديو وما بقى إلا ناخذ عشانا ونروح البيت. اليوم بنتعشى أكل تايلندي recommended by آزي. آزي مدح لنا هالمطعم فبناخذ عشانا ونروح نتعشى في البيت ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. Stay healthy, stay safe and happy holidays. Bye. ياي يا بلنا ليل باب. أنا على بالي حق شخص ثاني. دير بالك سيارات.